السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. هكلم النهاردة عن القولون، بس قبل ما نبدأ الفيديو نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو عجبكم نعمل لايك وشير عشان نفيد ناس تانية. النهاردة هتكلم على القولون. ناس كتير جدا بيشتكوا من القولون، في بعض الأكلات بتتعبهم. هنقول ايه الأكلات دي أو الأطعمة دي علشان الناس دي تخلي بالها. طيب، اول حاجه الجلوتين. الجلوتين ده عباره عن بروتين موجود في الدقيق، يعني العيش، المكرونه، حلويات، اي حاجه بقى معمول بيها الدقيق. تاني حاجه البقوليات، الفول، العدس، الفاصوليا، اللوبيا، الحاجات دي ممكن تاثر على القولون او تتعب بعض الناس مش كل الناس. برضو الكافيين، القهوه والشاي، في ناس بتشرب كميات كبيره من الكافيين، قهوه كتير وشاي كتير والبيبسي والحاجات دي كلها، طبعا برضو ده ليه تاثير على القولون. الحاجه اللي بعد كده اللاكتوز. اللاكتوز ده طبعا معروف انه موجود في اللبن. لو اللبن الطبيعي عمل مشاكل يبقى ممكن ناخد لبن من غير لاكتوز. طيب نحل المشكله دي ازاي بقى؟ اول حاجه مثلا الجلوتين اللي موجود في العيش، نحاول نقلل العيش. بلاش المكرونه، نستبدلها بالرز، بالبطاطس. برضو البطاطا والحاجات اللي هي فيها الكربوهيدرات المعقده دي بتبقى حلوه ومفيده، وفي نفس الوقت يبقى احنا كده ايه، هنحاول نبدلها بدل الدقيق والحاجات اللي فيها الجلوتين. بالنسبه لللاكتوز الموجود في اللبن ممكن ناخد لبن بدون لاكتوز. بالنسبه للقهوه والشاي بقى الكافيين نقلل منهم خالص على قد ما نقدر. البقوليات برضو بلاش منها، زي الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا والحاجات دي ممكن ايه بلاش منها، او يعني تبقى كميات قليلة. الجهاز الهضمي عامة والقولون خاصة بيحب البروبيوتك. ايه البروبيوتك دي يا جماعة؟ دي عبارة عن البكتيريا النافعة. نحاول ان احنا ناخد الغذاء اللي هو بيحتوي على البكتيريا النافعة اللي هي البروبيوتك. طيب زي ايه بقى البروبيوتك دي؟ الخمائر، احنا عندنا الزبادي، اللبن الرايب، كمان مخلل الكرنب والكرنبيت واللفت. المخلل ده بيبقى فيه بكتيريا نافعة. طبعا البكتيريا النافعة دي البروبيوتيك هتفيد القولون وهتفيد الجهاز الهضمي ككل. طيب في كمان عندنا حاجة اسمها البريبيوتيك. ايه البريبيوتيك؟ اللي هي الياف بتغذي البكتيريا دي، يعني ده الغذاء بتاع البكتيريا النافعة، بس دي عبارة عن الياف. لكن طبعا مش كل الالياف بريبيوتيك، ولكن البريبيوتكس هي كلها عبارة عن الياف. البريبيوتكس دي موجودة فين بقى؟ هنلاقيها في الخرشوف، الموز، التفاح، الكاكاو، التوت، التوم والبصل، الكرات، الشوفان، الشعير، نخلة القمح، الفاصوليا. كل دي موجود فيها البريبيوتك اللي هي غذاء للبكتيريا النافعة اللي هي البروبيوتك. طبعا احنا لو اخدنا كوباية زبادي وحطينا عليها معلقة شوفان، يا سلام، احنا كده معانا البريبيوتك الشوفان والبروبيوتك الزبادي. الاتنين دول مع بعض بيكونوا حاجة اسمها ايه، السيمبيوتك. مخلل الكرنب ده كمان يعتبر بروبيوتك مع بريبيوتك، لان احنا قلنا المخلل بيتتكون فيه البكتيريا النافعة اللي هي البروبيوتك. الكرنب نفسه هو بريبيوتك. وطبعا لو احنا حافظنا على القولون وحاولنا نتجنب الحاجات اللي بتتعبه، فده طبعا هيخلينا دايما في حالة احسن، ما يبقاش فيه شكوى. يا رب تكونوا استفدتم، واتمنى لكم طبعا الصحة والعافية، وربنا يشفي كل مريض. لو عجبكم الفيديو نشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ونعمل لايك وشير. وفي النهاية بشكركم واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.